وأكيد أولى فقراتنا لليوم مثل ما قلنا رح نبدأ زينب بالناحية الطبية وخصوصا للأطفال اللي دائما تكثر الأسئلة والاستفسارات حول كثير من المواضيع. اليوم رح نحكي عن السكر والآخر الدراسات اللي أثبتت أن تناول الكثير من السكر المضاف وشربه يعرض الأطفال لخطر السمنة وتسوس الأسنان، أيضا أمراض القلب، ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني، أمراض الكبد الدهنية وغيره من المشاكل الصحي. لنعرف أكثر عن هذا الموضوع أكيد بدنا نرحب بالدكتورة لميا البزنة، اختصاصية بأمراض الأطفال. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير. هلا صحيح عم تقولي السكر يعني بجوز يكون مضر، بس بقول لك صباحك حلو. صباحك سكر دكتورة. صباحك سكر. يسعد صباحك دكتورة. صباح يعني عم نحكي عن موضوع كتير عم نركز عليه بالفترة الأخيرة بسبب انتشار العديد من الأمراض، هو الأذى اللي بيسببه تناول السكر والحلويات بشكل كتير كبير وخاصة على جسم الطفل. خلينا نحكي أول شيء عن تأثير السكر كمكون على جسم الإنسان بشكل عام. طب خلينا نحكي تعريف كتير صغير، شو يعني سكر؟ نحن لما نقول كلمة سكر كلمة متعودين أنه نقولها. السكر هو شكل من أشكال الكربوهيدرات الحلوة. نحن بناخذ سكر بشكل طبيعي بأغذيتنا بالخضار وبالفواكه بمنتجات الحليب والألبان، فنحن عم ندخل سكر طبيعي بتغذيتنا. هلأ هذا السكر هو سكر كتير مفيد، لأنه نحن لما عم ناخذ سكر عن طريق أغذية وخضار ومنتجات ألبان معناته عم ناخذ سكر، عم ناخذ معه بروتينات، عم ناخذ معه فيتامينات، عم ناخذ ألياف غذائية، إذا نحن عم ناخذ سكر مفيد. طبعا السكر اكتسب سمعة سيئة رغم انه شغلة حلوة بسبب مثل ما هلا حنحكي تأثيراته بكتير انحاء من الجسم. دائما منقول التوازن كتير حلو، يعني لا افراط ولا تفريط بكل شيء نتناوله من كافة المواد الغذائية. هلا لما بنحكي على سكر مؤذي معناته نحن بنحكي على السكر المضاف، تمام؟ مثل ما قلنا نحن لما عم ناخد سكر طبيعي عم ناخد معه قيمة غذائية تانية من كتير شغلات تانية. اما السكر المضاف هو معناته نحن لما منضيف سكر بكميات كبيرة للوجبات المعدة بالمنزل، أو السكر المضاف للأطعمة التي تصنع بخارج المنزل. شركات اللي بتصنع الأغذية تتبارى بأنه تكون الأغذية المعدة للأطفال ذات مذاق حلو، لأنه الإنسان بطبيعته فطر على الطعم الحلو. مثلا من زمان بيعرفوا أنه هن بيعرفوا الفاكهة اللي نضجت من الفاكهة اللي ما ناضجة من طعمها الحلو. بنعرف أنه الفاكهة اللي ما ناضجة بتكون فجة، فيا ترى هل الإنسان من زمان عنده شغف للسكريات؟ هل في شيء عم ينحكى عنده؟ هل يحدث عند الإنسان إدمان للسكري؟ فإذا أول شيء الأطفال عندهم ميل ليستهلكوا كميات كبيرة من السكر، مثل ما قلنا بسبب الطبيعة البشرية اللي بتحب الطعم الحلو واللي بتحب كل شيء حلو بهالدنيا. الشيء الثاني سلوك الأمهات بيرسب هذا الشيء. كلاتنا بنعرف إنه الأم لما بدها تكافئ الطفل على حسن السلوك أو لما بده يكون في عنده حافز فهي بتكافئه بقطعة من السكاكر أو بالحلويات. فإذا يترسب عند الطفل شعور أنه أنا كل ما عملت شيء منيح أو إذا عملت شيء سيء وماما بدها يعني تعفو عني فهي حتكون المكافأة بقطعة من السكر والحلويات. معناته نحن عم ندخل كميات كبيرة من السكر لتغذية الطفل. دائما بينحكى عن شيء اسمه السكر الأبيض. السكر الأبيض هو واحد من المحليات الصناعية، لأنه بتدخل بكتير بتركيب المواد الغذائية وكتير من الحلويات التي تقدم للأطفال. يا ترى نحن السكر دائما سيء؟ لا، السكر مفيد وهو ضروري للطفل. يقدر بأنه الطفل بعمر ما بين 6 شهور لسنتين هو بحاجة إلى السكر 10 أضعاف حاجته للبروتين و3 أضعاف حاجته من الدهنيات. ليش؟ عند حديث الولادة من أول ما يخلق الطفل بحاجة للسكر، هو الوقود الأساسي للدماغ، فإذا الطفل بحاجة للسكر. الطفل بالبداية بحاجة للسكر لأنه هو ما عنده مصادر. أول سكر بيتعرض له الطفل هو اللاكتوز اللي هو سكر الحليب اللي موجود بالحليب. هذا سكر سليم تماماً. ليش؟ لأنه هو سكر طبيعي وليس سكر مضاف. بعدين بتبلش الإضافات. إمتى بصير هالسكر مؤذي؟ لما أنا الحليب بضيف له شغلات تانية مثل مثلاً البودرة أو الحلوة أو الحلويات أو كميات كبيرة من السكاكر أو حتى العسل بكميات كبيرة من السكاكر، ساعتها أنا صرت عم أقول هذا السكر صار سكر سيء أو سكر ضار. طيب الشيء الثاني اللي بيحدد قديش السكر مؤذي ولا لا هو أنه في عنا سكريات بطيئة الامتصاص، سكريات سريعة الامتصاص. سكريات بطيئة الامتصاص اللي نحن بنقولها سكريات معقدة، موجودة بالرز، موجودة بالخبز، موجودة بالذرة، موجودة بالنشا. هلأ هي كمان إذا استهلكت بكميات معقولة هي مفيدة للطفل. ليش؟ لأنه هي
بتتفكك بالجسم بشكل بطيء، بتعطي احساس منيح بالشبع، بتعطي يعني بصمد الطفل لوقت الوجبه الثانيه ما بقى بياكل. اما السكريات السريعه الامتصاص مثل السكاكر والحلويات والمشروبات الغازيه، هي تمتص بسرعه من الجسم، بتعطي الطفل احساس بالجوع، بيقوم الطفل نحن مثل ما بنقول بالعام يعني بتلقمش بين الاكل. تمام، هلا هالشغلات السناكات اللي بحب الطفل ياخذها بين الاكل، بيرجع بياخذها حلويات وسكاكر عاليه الطاقه الحراريه، هذا شوي شوي بدخل الطفل بالبدانه وبدخلنا باختلاطات السكري. دكتوره، اذا بدنا نحكي نحن بالتفصيل شو هي مدار السكر المضاف وتناول كميات كبيره من السكر على صحه الطفل، خاصه انه في دراسات بتقول ما بعرف شو مدى صحتها، انه ممكن تاثر على مناعه الجسم عند الطفل، خلينا نعرف اكثر عن هذا الموضوع. السكري صراحه السكر متهم بشغل اربع شغلات اساسيه. الشغله الاولانيه هي تسوس الاسنان، اثبتت العلاقه ما بين استهلاك كميات كبيره من السكر وتسوس الاسنان. اللي بيصير انه البكتيريا، احنا في عندنا بكتيريا قاتنه بشكل طبيعي بالفم، هلا هالبكتيريا هي بتهاجم السكريات اللي بتدخل بالاطعمه، بتفككها بتحولها لاحماض، هالاحماض بتعمل نخور بسطح السن وبتعمل تسوس بالسن. تمام. مثبت على المدى الطويل. هلا اللي بيزيد احتمال تسوس الاسنان شغلتين، التماس الطويل للسكريات مع الاسنان، يعني مثلا الطفل اذا اخذ شويه عصير محلى هذا انهضم بشكل طبيعي ما حتكون اذيته كبيره على السن، مثل اذا الطفل تناول مثلا كعك او تناول حلويات، هي ممكن تبقى فتره طويله بالسن فحتزيد اذيه السن. وفي عندنا شغله ثانيه، الاطعمه اللي بتبقى مثل خلينا نقول بتبقى ملزقه كثير على الاسنان، مثل مثلا غزل البنات والزبيب والاطعمه اللي بتبقى كثير لفتره طويله على الاسنان، بهالحاله صار في تماس كثير للماده السكريه مع الاسنان. وفي هون نقطه بحب يعني نوهها للامهات، كثير من الامهات معوده انه الطفل بده ياخذ وجبه الحليب بالليل، تمام؟ وكثير من الامهات بتعتقد انه هي كل ما اضافت كميات كبيره من السكر الى غذاء الطفل هذا الطفل سيتقبل الغذاء. صح. فكثير امهات بتعطي زجاجه الحليب بتحط لها كميات كبيره من السكر وبتعطيها للطفل تتركه ينام خلال الليل. بهالحاله نحن اول شيء دخلنا كميات كبيره من السكر، الشغله الثانيه بي السكر على تماس طويل مع الاسنان فحيزيد نخر الاسنان، عدا عن انه وضع زجاجه الحليب والطفل وهو مستلقي بيؤدي الى زياده تكرر التهاب الاذن الوسطى، لو انه موضوع خارج عن اللي عم نحكي هلا بس حبيت نوه لهالملاحظه. الشيء الثاني اللي اثبت انه السكر يؤدي الى سوء تغذيه، هلا اللي بيسمع سوء تغذيه بيقول انا معناته بشوف طفل نحيف، بدي اقول انه هذا طفل موجود بمنطقه فيها مجاعه، مع كل اسف هذا الطفل لا يكون نحيف، قد يكون بدين. نعم. واكيد الشخص اللي قادر انه يصل لمشروبات غازيه ولا شوكولا ولا كميات كبيره من الحلويات هو شخص لا يعيش في منطقه فيها مجاعه، لكن هون الجسم يعيش في مجاعه. شو يعني؟ الطفل لما بيستهلك سكريات، لما بيستهلك حلويات، لما بيستهلك شوكولا، هو عم ياخذ بس سعرات حراريه، تمام؟ عم ياخذ كالوريز، ما عم ياخذ مغذيات، فلذلك بنقول الجسم نفسه عايش بمجاعه، يعني هو عم ياخذ بس سعرات حراريه، ما عم ياخذ مواد مغذيه، ما عم ياخذ فيتامينات، ما عم ياخذ الياف، ما عم ياخذ كلس، ما عم ياخذ مغنيسيوم، كلياتنا صرنا بنعرف دور العناصر الزهيده مثل الكلس والمغنيسيوم والسيلينيوم والفيتامين د، هي كلياتها اللي بنحصل عليها من الخضار والفواكه. الشغلة الثالثة اللي ممكن السكر الأبيض يكون مسؤول عنها، أنه قد يقلل من قدرة الكريات البيض على مهاجمة الجراثيم بنسبة 50%، ويقال أنه السكري ممكن أن يؤدي إلى تثبيط الجهاز المناعي لمدة 5 ساعات. معناته نحن كل ما أفرطنا بتناول السكر عرضنا الطفل له انتانات اكثر. طبعا ومعروف انه تناول المواد المحلاه، وهون كمان بدي نوه لملاحظه، في عاده شائعه عند الامهات عند حديثي الولاده انه يعطوا الماء المحلى بالسكر، لمعتقدات خاطئه انه قد يغذي الطفل، ولمعتقد ثاني خاطئ ان الماء والسكر يمنع ارتفاع البيليروبين وبالتالي يمنع اليرقان. مع كل اسف هذا بكل شيء ماده سكريه تعمل إسهالات فبتجفف الطفل، فإذا لا ننصح بإعطاء الماء والسكر ولا ننصح بإضافة السكر إلى الأطعمة. في دراسة الصراحة طلعت يعني أنا خليني أقول أنه مخيفة، لو أنه تناول كميات كبيرة من السكر بيؤدي لاضطرابات نفسية. شو هالاضطرابات؟ هي الميل للجنوح وللعنف. لقوا انه الاشخاص اللي كانوا 70% من الاشخاص اللي قاموا باعمال عنف بالكبر هن كانوا يتناولوا بكميات كبيره من الحلويات. طب شو الرابط بيناتهم؟ الرابط بيناتهم ليس السكر بحد ذاته، الرابط بيناتهم انه هالاطفال
هن نشأوا ببيئة تعودوا انه كل ما غلطوا او كل ما كانت كل ما قاموا ببكاء او الاهل ما لبوا لهم طلباتهم كانوا يكافئوا او يتم اسكاتهم بقطعة من الحلويات او السكاكر. فهدول الاطفال مع الكبر تطور عندهم عدم القدره على طمح يعني جموحهم طمح العنفوان او الغضب اللي عندهم. فهدول لقوا مع الفتره الطويله هدول بيميلوا للعنف، بيكونوا اشخاص عنيفين، احيانا ممكن يؤذوا اطفالهم بالمدرسه، بيكونوا اطفال قدره الاهل على السيطره عليهم صعبه، لانه مثل ما قلنا بالاساس تربوا على انه هن كل ما عملوا شيء او كل ما سمحوهم الاهل حي يعطوهم كميه كبيره من السكر. نعم. يعني دكتورة كمان كنتي عم تحكي على قصة الاضطرابات النفسية اللي بسببها تناول السكر المضاف بشكل كتير كبير، أيضا عند الطفل عم لاقي مشاكل للخاصة اللي بكتير بيعتمدوا الأهل على أعطائهم سكر مضاف، يعني تشتت انتباه، عدم تركيز، مثلا إفراط بالحركة، كل هالمشاكل هي الجديدة اللي عم تطرق على الساحة وعم نشوفها فرح كتير، عم تسبب تأخر بالنطق، تأخر بالاستيعاب والتركيز ومشاكل كتير لبعدين. فخبرينا عن هذا الموضوع، هل هو صحيح ام لا؟ هلا يعني كل شيء عم ينحكى فيه هو مجموعه دراسات ما فيها توصيات، بس لقوا فعلا انه الاشخاص اللي عم يستهلكوا او الاطفال اللي عم يستهلكوا كميات كبيره من السكر ممكن تاثر على مناطق معينه بالتلافيف الدماغيه وخاصه منطقه الحصن، وهالمناطق هي مسؤوله عن الذاكره ومسؤوله عن الاستيعاب. فلقوا انه هدول الاطفال فعلا قد يكون عندهم مشكله بتشتت الانتباه وقد يكون عندهم فرط نشاط، يمكن فرط النشاط مسؤول عنه الشيء اللي ذكرته هلا قبل انه الطفل قد يكون عنده ميل للجنوح والعنف. الشيء الثاني اللي حابه اذكره هون الشيء الثاني اللي حابه اذكره هون من ناحيه التشتت الانتباه وصعوبه التعلم من ناحيه السكري، كمان انه عم ينحكى هلا بشيء جديد انه في شيء اسمه ادمان على السكر. يعني الطفل اللي تعود على كميات كبيره من السكريات والحلويات، الام تعودت انه تعطيه فترات طويله، بعدين سمعت الام او نبهها طبيبه انه هذا الشيء مؤذي، فبدها تحاول الام تقلل من استهلاك الحلويات والسكريات. لو انه السكريات لها تاثير على بعض مناطق بالدماغ بيشابه لما بياخذ الطفل اي ماده او الشخص الكبير اي ماده مدمنه. فلو انه هدول الاطفال لما بياخذوا كميات كبيره من السكر وبنحاول انه نسحب لهم السكر بيعملوا اعراض انسحاب مثل الاشخاص اللي اخذوا مواد مدمنه عليها. اعراض هالانسحاب هي تتجلى بكثير احيانا بالاكتئاب، رغم انه معروف انه تناول السكر يفرز هرمونات السعاده والناس كثير بتنبسط، بس كمان نفس الشيء لقوا انه انا لما بستهلك كميات كبيره من السكر هذا على المدى الطويل عم يؤدي لاكتئاب. فاذا قد تعزى بعض من اعراض فرط النشاط وقله الانتباه والتركيز عند الاطفال، غير تأثيراتها الدماغية انه هدول الاطفال عندهم نوع من انواع الادمان على السكر والحلويات. لما ما عم نقدر نحن نعطيهم الشيء الهاد، شو هو الادمان؟ هو رغبتهم وحاجتهم الملحه لتناول السكريات. لما ما بيقدر الطفل يصل للحلويات والسكريات بالكميه اللي هو متعود عليها بتصير عنده اعراض انسحاب. هالاعراض بتتجلى بكثير احيان بكآبه، بضعف تركيز، بتشتت انتباه، احيانا بخمول، احيانا بقلق. فهي كمان اعراض ممكن تعزى للادمان على السكر. دكتوره هي الاعراض ممكن انها تروح عم بتابرت الام واصرت انه انا بدي خفف كميه السكر، بنخفف شوي شوي بشكل تدريجي. بس هون دكتوره سؤال، في كثير من الامهات بيستعيدوا عن السكر المركب او السكر المضاف بالتمر، بيقولوا انه يمكن الولد دور بالبيت ما لقى شيء حلو الا التمر، انجبر ياكل تمر، فهي عطته ماده صحيه مفيده لجسمه بنفس الوقت فيها كميه سكر. السكر الموجود بالتمر ممكن يعود الطفل ويعطيه هذا الشعور من السعاده مثل اذا اكل انواع ثانيه من السكر. الصراحه التمر والعسل والدبس هنا ممكن نعتبرهم من بدائل السكر، تمام، لأنه فيهم بتدخل الماء بتركيبهم بنسبة كبيرة، والسكر فيهم نعتبره جزء من السكر الطبيعي اللي قلنا بالأساس نحن بنستهلكه وليس هو سكر مضاف. مثل ما قلنا بالبداية لما عم نحكي على سكر مضاف عم نحكي على المحليات الصناعية اللي هي بتدخل بتركيب كتير من الأطعمة الغذائية. في نقطة هون حابة نوه عليها أنه في خليني أقول خرافة أو شيء منتشر أنه تناول السكر يؤدي إلى الداء السكري. في شيء هلأ عم ينحكى كتير عند الأمهات، طبعا أكيد نحن عم ننبه الأمهات أنه ما تضيفي كميات كبيرة من السكر، ولكن يجب أن يوضع السكر بطعام الطفل بمقادير قليلة ومتوازنة.
العلاقة أن السكر يؤدي إلى داء سكري، السكر بحد ذاته هي خرافة، بس من وين بيجي هالقصة؟ نحن السكري نوعين، النوع الأول اللي هو بيصير في عنا خلايا مناعة ذاتية بتهاجم البنكرياس بتقلل الأنسولين، والنوع الثاني اللي هو بيصير عنا مقاومة للأنسولين. السكر شو دوره هون؟ أي شخص بيتناول كمية كبيرة من السعرات الحرارية، سواء كانت سكري بسيط أو سكريات معقدة أو بروتينات أو دهون، هذا الشخص سوف يكون معرض للبدانة وزيادة الوزن، وبالتالي سوف يكون معرض للسكري. فإذا السكري من النوع الثاني اللي بيكون فيه فرط مقاومة للأنسولين، هذا مسؤول عنه البدانة اللي تناول كميات كبيرة من السكر يؤدي لها، مسؤول عنه الخمول، مثل ما بنعرف نحن أطفالنا عم يقعدوا فترات طويلة على الكمبيوتر على الألعاب، ما عاد في عنا نشاطات بدنية، أثناء جلوسه على الألعاب هو شو بده يستهلك؟ بيستهلك مشروبات غازية، بده يستهلك سكر، بده يستهلك حلويات، معناته ضفنا عامل تاني وزيادة الوزن. إذا ثلاث عوامل مسؤولة عن الداء السكري، لا علاقة للسكر فيها إلا إذا أدى السكر مثل ما قلنا إلى البدانة وزيادة الوزن. نعم. طيب اليوم الام عم تواجه مشكله دكتوره، انه خاصه الاطفال بظل مثل ما بسموا الاكلات الطيبه والمغريات اللي بيشوفوها بالروضه بالمدرسه، عم تواجه صعوبه بكيفيه الحد من تناول طفله للسكر. اليوم انت شلون ممكن توجهيها انه تستبدل السكر المضاف بسكريات طبيعيه، وهل هناك نسب محدده حتى من السكر الطبيعي؟ النسب المحدده الاطفال من عمر تقريبا 6 شهور ل 18 سنه يجب ان لا يستهلكوا اكثر من 6 ملاعق صغيره من السكر 25 جرام، هي تشمل كل شيء لازم يدخل عن طريق غذائهم. كيف الام بدها تحدد؟ خلينا نقول اول شيء السكر المضاف وين موجود؟ موجود بالمشروبات الغازيه، موجود بعصائر الفواكه المحلات، موجود بالصلصات الجاهزه مثل الكاتشب، قديش الاطفال بيستهلكوا، موجود بالحليب المحلى، موجود بانواع البوظه وخاصه المصنوعه من الحليب، موجود بكافه انواع الحلويات والكعك والخبز والمعجنات. طب الام كيف بدها تعمل؟ اكيد الطفل بحاجه للاطعمه. أول شيء المفروض أنه تحدد للطفل وقت معين لا تناول الحلويات، يجب أن لا يكون هذا الوقت ضمن الوجبة الرئيسية، وقت الوجبة الرئيسية، لأنه الطفل لما بياخد قطعة حلو فهي حتعطيه إحساس بالشبع، ما عاد ياخد الوجبة الرئيسية، فهي تسمح له أن يأخذها بعد انتهاء الوجبة أو يكون بين وجبتين رئيسيتين. الشيء الثاني مثل ما قلنا يجب ألا يأخذ كميات كبيرة من السكر، وخاصة اللي بتبقى لفترات طويلة على تماس مع الأسنان قبل أن ينام الطفل، ويجب أن يشجع الطفل على تنظيف الأسنان بالفرشات كنوع من أنواع الصحة الفموية للطفل، بغض النظر هو أخذ سكر ولا لا، بس إذا أخذ مادة سكرية قبل ما ينام معناته صار أولى أنه نحن نشجع على تنظيف الأسنان من الفرشات. إذا طفل كبير بيعرف نحاول أنه يخليه مضبد الفم بقليل من الفم من قليل من الماء عفوا للإقلال من تماس السكريات مع الفم. الشغلة الثانية يمكن أن يسمح للطفل بيوم واحد حر يتناول فيه ما يشاء من الحلويات أو السكريات، خلينا نقول يوم الخميس أو يوم الجمعة، وتحاول الأم قدر الإمكان أن تأخذ الحلويات اللي فيها نسبة أقل من السكريات. نعود الطفل بالأساس، صحة الطفل هي مسؤولية الأم والأب، أنا كيف بعود الطفل على عادات غذائية حينشأ عليها؟ فإذا أولاً ما بيصير عود الطفل أنه وجباته الغذائية يجب أن يضاف لها السكر لحتى تكون متقبلة، يعني مثلاً الأم بتعمل وجبة شوربة خضار للطفل، ما بيصير أنا أحط لها سكر، أساساً هذا مو شيء طبيعي. الشيء الثاني أنه مثل ما قلنا تعود الطفل على بدائل ثانية، الخضار، الفواكه، الأنواع البسكويتات اللي فيها نسبة أقل من السكر صار في موجود عنا كتير، هيك أنواع الشوكولا، أنواع الشوكولا الداكنة هي بتجي فيها نسبة أقل من السكر من أنواع الشوكولا التانية، ومثل ما قلنا يكون في عنا ضوابط لتناول السكريات. تمام دكتورة، إذا بدنا نحدد أكثر لطفل فرط النشاط اللي هو بيكون عاشق يمكن للسكر أكثر من غيره من الأطفال، ما بعرف إذا هذا الشيء صح، بس يمكن لاحظناه على عدد معين من الأطفال، اليوم كمان بتحسي دكتورة إنه لازم هذا الطفل ينضبط السكر عنده أكثر من غيره؟ ما في كتير دراسات مثبتة على هذا الشيء، حكوا إنه في علاقة ما بين السكر وفرط النشاط، بس في طلع نوع من الحميات عند أطفال فرط النشاط، لو إنه أعطاء هدول الأطفال حميات منخفضة السكر ساهمت شوي بتحسن الأعراض، طبعا مو هي العلاج الرئيسي. كثير احيانا في حميات معينه تساهم ببعض الامراض، مثل ما قالوا على حميه الكيتو بتفيد بمرضى الصرع والاختلاجات، طبعا في بعض نوع من انواع الحميات كثير عم ينحكى هلا بتفيد ببعض من امراض معينه، بالاضافه الى
العلاج. أنا بحب دائما أقول أنه بالإضافة إلى العلاج الموصوف من قبل الطبيب عشان ما الأم توقف علاج أي مرض، وما يكون في نوع من المشعوذين أو الناس اللي بتقول أنه كلي هيك رح يوقف لك مرض الطفل بغض النظر عن كل الأمراض. دائما في شيء حميات بينقال أنه بتفيد بكثير من الأمراض، أمراض فرط النشاط لقوا أنه الحمية منخفضة السكر قد تساهم بالتقليل من أعراض فرط النشاط عند هدول الأطفال. نعم، طيب شو هي الأخطاء الشائعة اللي عم تشوفيها عند بعض الأهالي بطريقة النظام الغذائي لأطفالهم، وخاصة عم نشوف أنه في أعمار صغيرة عم تنصاب للأسف بمرض السكري بسبب يمكن عدم الوعي أو الإفراط بإعطاء السكر المضاف للأطفال؟ هلأ كل شيء سكر نأخذه بالجسم زيادة عن حاجتنا يتحول إلى دهون، فمن هون اجت الأذية. تمام، لقوا انه من هون يتحول لدهون وبالتالي يتحول للبدانة. لقوا انه البدانة الطفل اللي بيكون بدين بالصغر هو طفل معرض للبدانة، بعدين معرض لأمراض القلب، معرض لفرط التوتر الشرياني، معرض للسكري بعد. فإذا نحن مثل ما قلنا صحة أطفالنا مسؤوليتنا، يجب أن يكون الطعام متوازن بكل شيء، بالسكريات، بالبروتينات، بالدهون، بنحرص على إعطائه كثير من المواد المغذية، ودائما نعتمد على الشيء الطبيعي. في كثير من الأمهات عندها ميل أنه أنا لما بيجي بعلم الأم بعمر 6 أو 7 شهور بدي دخلها تغذية منوعة على الطفل لأنه صار طفل بحاجة لها. أنا لما بيجي بدي دخلها تغذية منوعة بقول لها مثلا جيبي خضار، اسلقي خضار وأعطيها للطفل. بتقلي دكتورة في يعني مطربانات أكل جاهزة بالسوق. تمام، هلا هي صراحة كتير طيبة، بس هن لحتى كشركات مصنعة لحتى يقدروا يحفظوا هالأطعمة هي لفترات طويلة من الأعوام قد تكون فيها نسبة عالية من السكر. تمام، فأنا أول شيء عطيت طفلي مواد مصنعة، ما عطيته شيء مغذي، وعطيته كميات كبيرة من السكر. ونحن بسوريا بلد الخضار وبلد الفواكه الطازجة وبلد كل يعني عنا الحمد لله كتير من الخضار والفواكه، فدائما بعود الأم أنه أن يكون تغذية الطفل من المنزل. يجب عدم إدخال الأطعمة الدسمة اللي هي مثل البيض، صفار البيض وبياض البيض والسمنة والدهون قبل عمر 9 أشهر، لأنه الأمعاء الطفل غير قادر على هضم المواد الدسمة. يجب عدم إدخال حليب البقر قبل عمر السنة الأولى لأنه كمان أمعاء الطفل غير قادر على هضم الحليب كامل الدسم. كتير حلو دكتورة هي المعلومات، يمكن لأنه كتير من الأمهات عندهم شوية اختلاط بالنسبة للأطفال. خليني أقول يمكن هي استشارة على الهواء، في أطفال دكتورة ما بيعانوا أبدا من البدانة، بيحبوا السكر بشكل كتير كبير، هدول الأطفال ممكن يكون تعرضوا بالمستقبل أو بالكبر للبدانة نتيجة حبهم الكبير للسكر، يعني إذا كان أو حتى عم ياخد مشاكل تانية. كان عم إذا كان عم ياخد كميات كبيرة من السكر، قلت لك المسموح رغم أنه هو بيكون كتير حركي، مسموح هو 6 معالق صغيرة بما فيها السكريات المضافة، فيفضل أنه نضبط هذا الموضوع لأنه لقوا أنه الأطفال اللي بتعودوا على مذاق حلو من الصغر هن سيستمروا بهذا الشيء للبداية. وإذا كنا هلأ عم نقول أنه الطفل اللي عنده بدانة أو بيستهلك كميات كبيرة هو طفل معرض لارتفاع الضغط الشرياني، معناته هو كل ما كبر وكل ما استهلك كميات كبيرة من السكر بالإضافة لمثلا التدخين والعوامل الثانية، معناته زدنا احتمال تصلب الشرايين وزدنا احتمال الإصابة بأمراض القلب. فيفضل من البداية أنه نضبط هذا الأمر لأنه حتى ما نصل لقصة إدمان السكر اللي حكينا عليها. نعم، يعني نحن معلومات كتير استفدنا منها اليوم، وإن شاء الله الأهالي ينتبهوا لخطورة إعطاء السكر المضاف وتشوا دائما للشيء الطبيعي، أوفر وأحسن للصحة مثل ما قلت دكتورة. شكرا كتير لوجودك معنا لليوم. شكرا كتير لكم، إن شاء الله كان حديثنا حلو مثل السكر. أكيد أكيد، دائما دكتورة بتعطينا معلومات كتير حلوة وبطريقة كتير بسيطة قريبة يمكن على أذهان كل الأمهات، ومنحاول قدر الإمكان نجاوب على أسئلتهم واستفساراتهم، وأكيد الصحة والسلامة لكل الأطفال. إن شاء الله. شكرا لك دكتورة. شكرا كتير لكم.